سلام خويا يوسف، تنحبك بزاف وتنحب وطني وتنحب جميع المغاربة. السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمي في اي مكان كنتو ازول فيلا. بدايه كنشكركم على اختياركم لهذا الفيديو، وكنشكركم على التفاعل ديالكم على الفيديوهات اللي من قبل، وكنشكركم على التعاليق اللي كتخليو ليا. وكذلك بغيت ننبه الناس اللي ما مشاركينش في هذه القناه انهم يشتركوا الان ويفعلوا الجرس، هذا في واحد النوع ديال الدعم باش نزيد نقدم واحد الفيديوهات اللي فيها واحد الفائده ولا واحد اضافه ولو صغيره القيمه ديال المحتوى المغربي. اخواني في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد المشهد مؤلم اللي شفتو اليوم في واحد الفيديو ديال ديك الخائنه امينه حيدر، وكذلك بغيت نوجه واحد رساله للسيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في القضيه ديال جده انا حد الصويري. ف سمحي لي الوالده، قلت هي ما تقاش تهضر على هذا الموضوع، وانت مرتي انا عرفت مرتي بسبب ديال هذا الموضوع، لكن سمحي لي امازيغ سواسه فينا داكشي، ما يمكنش تشوف الظلم وتسكت، ما يمكنش تشوف الحقره وتسكت، ما يمكنش تشوف السرقه وتسكت، ما يمكنش تشوف النصب وتسكت، ما يمكنش فيا شي حاجه لداخل انا، الدم ديالي حر انا. ف بدايه نسمعكم الفيديو ديال الخائنة خيدر اللي قالت لك حكا دارت واحد القافلة للتضامن مع خيا ديك خدوش خيا ديك ديال الداخلة ولا السمارة يمكن ديك مولات لا بومبيا، عقلت راه كندرج على واحد الفيديو شحال هادي كانت جابت لا بومبيا وهز داك الشرويطة ديال صندليستان وكدا ولا بديل، وكتقول كتقول للمساكن لا بومبيا كتقول لهم ما انتم بعدي الى اخره. فاليوم داروا واحد القافله قال لك مشاو بغاو يمشيو عند ديك خيا يتضامنوا معاها، لان عارفين ديك خيا دايره واحد الفيلم هندي وكتطلع فوق الدهده وروتيني حتى هي، عندي واحد الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله. فهذه هي اللي بقات عند القوه الاقليميه وعند صنداليستان، يعني هاد خيا هادي اللي كيجيو كيقولوا حنا روتيني اليومي، انتم روتيني اليوم، ها الممثله ديالكم كدير روتيني اليومي. السيده خيا خدوج ولا سميت الدبابه كدير روتيني اليومي باش تلفت الشباب يجيو يضامنوا معاها، وحنا راه عارفين، راه عارفين اخبار كاينه، المعلومات كاينه، شكون كيدخل عندها، وهادشي راه ماشي من يعني من الجهه ديال المغاربه ولا من الشرطه المغربيه، هذه من حتى من صنداليستان، صنداليستان عارفين هادشي وعارفين شكون كيدخل عندها، وعارفين انها قاف واو الف دال تاء مربوطه، هادشي كلشي معروف. فما شاء الله على الجزائر القوى الاقليميه اللي كدافع الحق والباطل من خلال روتيني اليومي ديال خيا. فهاد خيتي هاد أميرة حيدر قالت لك حكا مشات بغات دير واحد وقفة تضامنية مع هاد خيا هادي، مشات من العيون، هي مقيمة يمكن بالعيون، مشات من العيون حتى للداخلة. ف السمارة، سمحوا لي السمارة يمكن. فأجي نسمعكم شنو قالت، حيت دابا راه حنا داخلين في حرب وما يمكنش نوريكم فيديو لأن ممكن يكون شي إبلاغ ولا شي لعبة. فغادي نسمعكم وحاول نحط لكم هنا الصوره، نحط لكم الصوره ديال حيت هي جالسه في الطوموبيل وكتهضر مع البوليس المغربي. شوفوا الطريقه باش كتهضر مع البوليس المغربي وسط المملكه المغربيه الشريفه وسط المغرب. سمعوا نعاود لكم من الاول، وها الصوره هي جالسه في الطوموبيل يعني ما كاينش شي حاجه وكتوري. سمعوا دافع عن حقوق الانسان، سمعوا انا كنقرا لكم الاخبار، حنا مجموعه مدافعين عن حقوق الانسان اعضاء الهيئه الصحراويه لمناهضه الاحتلال المغربي، قافلة تضامنية ماشية مع التضامن مع رفيقتنا السلطانة خير. أو صافي راني واقفة ما عندك مشكل. سمحوا لي أنا قلت لكم في الأول خدوش يا سلطانة خيا، كنعتذر لجميع جميع الناس اللي المغربيات اللي كنيتهم أو اللي سميتهم خديجة خدوش،
الله يرحم خالتي خديجة مسكينة. خالتي كانت عندي واحد خالتي الله يرحمها مرضى سميتها خديجة الله يرحمها. اسمعوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عطونا قرار المنع بان ما تخطاو ما عندكم مشكله. والله مش حنا كاع نديرو دوميتور منهم ما كفروا كاع الاخبار ومانعين حنا شنو ما هي مراقبه. لا قال لها المراقبه البوليسي قال لها المراقبه شكون انت اللي ما تراقبيش شكون انت على انت في الصعيد انت اللي عندك الجنسيه الصبيونيه اللي جالسه كتعاقبي على المغرب على مشي الصبيون وجا البوليسي وقفك دار لي كونترول تقولي لي لا انا مناضله. البوليسي اي بوليسي في العالم من حقه يوقفك بلا سبب يوقفك يقولك عطيني الاوراق اجي كتنفخي لا ما نتراقبش ما نديرش. سمعوا الفيديو طويل فيه شي ساعه وهي كتصور مراقبه انتي خاينه معروفه انتي كتمشي للجزائر معروفه هذه وكديري لقات مع الجزائر وكتلاقي مع المخابرات الجزائريه وكتلاقي مع مسؤولين جزائريين وتلاقيتي مع الرخيص شنو فيها لا راقبوا كاع ولا حقوق الانسان غير الا جات على المغرب حقوق الانسان غير الا بغين تقسموا المغرب حقوق الانسان غير مع الخائنين ما يمكنش تكون حقوق الانسان موازيه للحب الوطن ما يمكنش خص تكون حقوق الانسان يعني اعطوني الحقوق الانسان ديالي باش نقسمكم اما ما يمكنش تعطوني حقوق الانسان ديالي باش نحافظ على بلادي وندافع على بلادي لا راه انت يا اميره حيدر اللي عندك الجنسيه الاسبانيه شوفي الصبيون شنو داروا بالبوليس الاسباني شنو دار العصا دوك ديال كاتالونيا اللي بغاو ينفصلوا اقليم الباسك شنو داروا ليهم راك عارفه شنو دار ليهم البوليس ماساج غير بصح جاي كتفل عصا على البوليس مراقبة. لا ماشي مراقبة هذا استهداف مباشر قالت لي ماشي مراقبة هذا استهداف مباشر تضييق على حرية نفس التنقل ومن حقه يوقفك من حقه يعتقلك من حقه يدخلك للحبس من حق الشعب المغربي يحاسبك بتهمة الخيانة العظمى لانك انت واخده الجواز المغربي واخده الباسبور المغربي واخده 55 مليون من اموال الشعب المغربي 55 مليون اللي واخده الانصاف والمصالحه انا با الله يرحمه مات 36 عام وكيخلص الضريبه وطالع كنهبط على التقاعد ديال امي وانت اللي خاينه وكتمشي للجزائر وكتستهدفي الوحده الترابيه ديال البلاد خديتي 55 مليون من الدوله المغربيه من اموال دافعي الضرائب وجاي دابا كتفرع صي على الدولة كتفرع صي على الشعب كنت كتقول لهم لا هذا استهداف وهذا كذا وهذا كذا نسرعوا شوية يمكن باش طويل الفيديو نحن الآن محاصرين في البراج يعني نقطة المراقبة هذه بيسموها دولة الاحتلال سمعوا هذه قافلة تضامنية
كنا جايسين بوجدور للتضامن مع رفيقتنا بوجدور معنا خيو ما نجح نشي هذو اعضاء الهيئه الصحراويه لمناضله الاحتلال. دابا دخيتي هذه من الخرا دخيتي كتعصبني وبقى نشوف فيها عاد كان كتجيني التخيه والله العظيم وخايف ما كتبش عليكم خايف بقى نشوف فايتيني ضعف جنسي والله العظيم حتى الفيكرا دابا غاليه سمحوا لي مع احترام سمحوا لي الدراري والمدره ما عرفتش هذاك الراجل كيفاش جاب معاه ولد والله ما عرفت سمحوا لي واحترامات ويا الدراري. دابا هذه دايره واحد الجمعيه قال لك منظمه لمناضله الاحتلال هي اللي صوباتها ياك هي اللي صوباتها هي الزعيمه ديالها هي مولات البالون كما كنقولوا حنايا دايره قافله غدا قال لك البوجدور باش تضم مع ديك خيه سلطانه خيه ولا ما عرفتش سميتها. جا البوليس شاف قافله طويله جالس كيهضر معها بالادب بكل احترام بكل اسلوب مهني الله يخليك حنا كنراقبوا مراقبه عاديه روتينيه من حق اي بوليسي يراقبك في اي بلد في العالم عندك حق تقولي لي علاش كتراقبني. السيده جالسه في السياره ديالها وواحد الملاحظه هذيك الطوموبيل اللي عندك مسجله في سيرفيس ديميل ديال دوله الاحتلال والضريبه اللي عندك ديال دوله الاحتلال والماتريكول اللي عندك عطاها لك دوله الاحتلال دونك انت يا الى كنتي مناضله علاش كتستعملي الادارات ديال دوله الاحتلال خديتي الفلوس ديال دوله الاحتلال خديتي التقاعد ديال دوله الاحتلال عايشه في دوله الاحتلال سيري تندوف ما عرفتش شنو كديري هنا في العيون برا مع مخك وكلشي البنان حداك والبطاطا حداك والتفاح حداك وكلشي حداك سيري لتندوف وتضامني مع خوتك وعيشي شويه بولا سيري عند اشقائك الجزائر عيشي معاهم عند العراب ديالكم اشي عندنا حنايا عايشه واكله من خيرنا وكالسا كتسبي في بلادنا وكطاولي على بلادنا ودوله الاحتلال فجايه كتطفي العص دوله الاحتلال عندي سؤال بسيط انا الدراري عندي سؤال بسيط الله يجزيكم بخير سؤال بسيط واخ دابا حنا نقول سيدي عندها الحق بين قوسين بين هادشي غير جدال حنا نمشيو معاهم لابعد حد ديال العقلانيه رغم انهم بهايمه كيعرفوا العقلانيه ولا مزيان ولا محزانون. دابا هادي شو كيفاش كدير عندنا في المغرب اللي كيقول لك دوله الاحتلال ودوله قمعيه ودوله كذا ودوله كذا يعني سؤال يقدر فرحات مهني يمشي للجزائر ويسوق الطوموبيل ويدير بحال هكا فين عقل الانسان على جاوبوا على هذا السؤال واش يقدر فرحات مهني يدير بحال هاد خيضر هنا عندنا في المغرب يمشي ويسوق الطوموبيل ويقول في وجه الشرطه المغربيه انتم دوله احتلال انتوما قوة احتلال وحنا مناهضين الاستعمار انتوما مستعمريننا فرحات من يقدر يدير بحال هكاك حقوق الانسان فين حقوق الانسان وحقوق الانسان هي عن المغرب حقوق الانسان غير فاش كيتعلق الامر بتقسيم المغرب وفي مس الوحدة الترابية المغرب اما عندكم انتوما ما كاينش حقوق الانسان فانا بغيت نقول واحد مسألة في هذه القضية هذه راه بحكم القانون قامت بجريمه ضد الوطن وضد الشعب وهادشي اللي كتقوم به كيتعتبر في القوانين الدوليه الخيانه العظمى هذه كتمشي عميله ديال واحد البلاد عدوه للمغرب كنقولها وكنسطر عليها 1000 سطر هي الجزائر دوله عدوه للمغرب كتمشي عندها كتلقى الاموال كتلقى الدعم باش تجي للمغرب وتقوم مخطط ديال تفتيت وتقسيم والمس بالامن العام ديال الدوله فانا ماشي كنقول لكم شدوها ديوها لتمارا خشيو فيها القراعي ولا ديوها ما نعرف علقوها ولا ادعوا ولا تقبوها بشينيور ولا ديروا لها التعذيب ديال الطوبه لا ما كنقولش لكم انا هادشي حكموا حكم قانون باش بلاد ما يتصرش لان الشعب المغربي الدم ديالو كيغلي فاش كيشوف وحده ما كتسوى حتى 5 دريال كتجي كتهين رجال الامن ديالنا وكتهين الوطن ديالنا وكتمس الوحده الترابيه ديال بلادنا وكيجيو في الاخر يعطيونا دروس حقوق الانسان هادو اللي يعطيونا دروس حقوق الانسان بعدا يعني كونوا نتوما قدوه بعدا في حقوق الانسان
على الجزائر كما قلت لكم يقدر فرحات مني يدير بحال هاد خيتي في الجزائر ما يقدرش. غير ينزل من المطار باق غادي ينزلوا عليه. الصبليون هاد خيتي اللي جايه هاد خيتي اللي جايه دابا كتعطينا الدروس وجايه مخبيه وكتفرعن كتفرعن بديك الجنسيه الاسبانيه اللي عند ولدها ولا ما عندها هي. ياك الصبليون مؤخرا سلمات هذاك الدراكي الجزائر. على الصبيون ما كانش عارفها الجزائر هذاك الدراكي الا جدو غادي شنو غادي يديروا ليه. داك الدراكي المعارض للنظام الجزائري اللي مشى هرب للصبليون وطلب اللجوء السياسي في الصبليون والصبليون ما عقلتش عليه رداتو على ود الغاز. بالمناسبه ديال الغاز راه الصبليون واحله دابا حيت الاخرين دوك المكلخين جينيراتور سدوا الغاز. دابا واحد الاخ في الصبليون صيفط ليا قال لك القرعه ديال الغاز اللي كانت كدير 12 اورو دابا كدير 20 اورو. الغاز ما بقاش كيوصل كما كان. كاين واحد المشكل ودابا راه الكبرانات مدابزين مع الصبيون مشاو كيكريو دوك الباخيرات باش ينقلوا لهم الغاز يعني ماشي كيبيعوا باش يربحوا كيبيعوا باش يخسروا. ضد في المغرب كره في المغرب شو سبحان الله العظيم شو الصخابه. هذا كيفكر بحال داك الفيلم ديال الريح واحد فيلم مغربي الريح كان مثل فيه نور الدين بكر ومهيوال وفنانين مغاربه كبار. هذاك المتعلم اللي مشى جاب النعناع جابوه بطاكسي. النعناع سيمانة هادي وانت غادي تجيب النعناع المكناسي وصل المكناسي مشيتي ليه حتى المكناس ولا انا مشيت في الطاكسي طاكسي بشحال 400 ريال 400 ريال على درهم ديال النعناع نخلص انا 400 سير اعطيني تلي ساعة انت وعدني يلا مزيان 400 فكيما قلت لكم شوفوا الصبيون دابا اللي كتضيع خويا نسار وهاد خيتي اللي جايه كتحامى بالجنسيه الاسبانيه شوفوا ما عقلتش هذاك الدراكي وسلماتو للنظام الجزائري وعارفه انه غادي يتعرض للتعذيب وممكن يتعرض للقتل ممكن يتعرض لابشع انواع ديال الحقاره والنداله والهمجيه الوحشيه في التاريخ وسلماتو ليه على مصلحتها. فين هي حقوق الانسان؟ فين هي؟ ولا حقوق الانسان غير معنا هاد خيدرنيت وهاد المنظمه اللي سميتها المنظمه العالميه لمعرفه مناضله الاستعمار المغربي بين قوسين خرجوا لنا شي بيان ضامنوا مع الحراك في الجزائر. ما تقدروش فين حقوق الانسان والديمقراطيه. ف هادشي كيعصب والمغاربه طالع عليهم الدم وبزاف ديال الاخوان كيقول لي شهاد الدل وكيفاش هادي وحده كتجي كتبورد عندنا في بلادنا وهي مخترقه القانون وممكن المغاربه يحاكموها ويحاسبوها بالقانون المغربي. لكن شوفوا النظره ديال الدوله المغربيه والمسؤولين المغاربه كيفاش كيفكروا الله اعلم. المهم على عين انا بضربت هاد خيتي هادشي اللي كدير هاد خيدر بواب هذيك القضيه ديال الدار ديال جده حد الصويري. وعندي هنا واحد الرساله بغيت نوجهها للسيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل وبغيت نقول لكم واحد القضيه. انا عندي اصدقاء مقربين بزاف بحزب عصر المعاصر وهاد الاصدقاء هادو انا كنثق فيهم وكنعرف التوجهات ديالهم وكنعرف المستوى الثقافي ديالهم. يعني حزب العصر والمحاصره يعني ماشي كندير ليه شهر ولا شي حاجه ولكن هذا يعني كنقول انا كنقول داكشي اللي كاين يزخر بعده كوادر شباب يعني فيه المهندسين فيه اطباء فيه كتاب يعني تبارك الله كله طاقات. ادعي على هذا ان الوزير ديال الثقافه سي بن سعيد ولد 84 شاب ولد 84 ومؤخرا مشى دار واحد زيارات الصحراء المغربيه باش يتفقدوا دوك الاثارات اللي عندنا في الصحراء المغربيه وباش يعاودوا يحيوا الذاكره التاريخيه والارتباط اللي كاين يعني ما بين الشعب المغربي وما بين تلك الاقاليم الحبيبه والعزيزه على بلادنا اللي هي اقاليم الصحراء المغربيه. فكما قلت لكم هذا الاثر المعاصر فيه كوادر مزيانه
وعبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي من بين هاد الكوادر، وانا كنعرف الاخلاص ديالو وكنعرف يعني ما شاء الله عليه الثقافه ديالو والحب ديالو للبلد الى اخره. انا بغيت نقول لسي عبد اللطيف وهبي، كاين واحد المراه في الرباط اللي هي جده سميتها حده الصويري، عندها واحد البنت. هاد البنت هادي سكنت معاها في الدار قبل 5 سنين. مهم كاين تفاصيل ما غاديش نقولها. بقات حتى لقينا الدار ديال ديك المراه، الدار اللي باسم ديالها ماشي باسم ديالها. مشات خدات ليها الدار بالنوطير وبعده امور ما يمكنش نقولها دابا الان حاليا لان عارف الفخ، ما يمكنش نقول هادشي. مهم بالتحايل على القانون دات ليها الدار. فاش كتشوف انت هادشي كتشوف ان كيفاش الانسان كيلهف على الدنيا وما كيبقاش يهمو المشاعر الانسانيه. فهاديك الدار اللي دات انا قضيت فيها يعني تقريبا نص حياتي، وعندي واحد الذكريات زوينه في ديك الدار. ففاش دارت هاد العمل هذا كنحس بحال الا عدمات الطفوله ديالي وعدمات هذاك الذكريات الزوينه اللي عندي في ديك الدار. وبحال دابا انت مثلا عندك شي ديك ولا شي عضو في الجسم ديالك وكيجي داك العضو كيقطع راسو، فانت كتحس بالالم نورمال هادشي. لكن انا اللي ألمني اكثر انها شدات امها وقامت بالاحتجاز ديالها باش ولادها الاخرين ربما يمشيو للقاضي والمحاكمه، والمراه تقول لهم انا ما بعتش ما والو، رغم انني عندي فيديوهات وعندي اشرطه وعندي صور كتبين بان هاد المراه هادي تم ارغامها على بيع او لا على داك العيبه داك على داك العقد اللي دارت عند النوطير. وهذاك العقد اللي عند النوطير فاش شافوه الناس المختصين لقاو فيه عدد شعر ديال راسك ديال التغارات وديال الخروقات. هذاك العقد اللي عند النوطير فاش شافوه الناس المختصين في القانون قالوا كاين خروقات بزاف. فانا ما هماتيش الدار باش يجي يقول لك لا انت طامع ما طامعش. اللي طامع هو اللي ادى لها الدار، هو اللي سرق لها الدار. هذاك اللي طامع انا ما طامعش الحمد لله بارك تافي. وممكن هاد القناه كتدخل اكثر من الثمن ديال ديك الدار. ف اللي كاتبين نتوما في العقد، اللي كاتبين في العقد، فانا ما عملتيش الدار الى الجحيم. ديك الدار كيبقاو اربعه الحيوط وواحد النهار كلنا غادي نموتوا. الدار دائما هي القبر. انا اللي يهمني كيفاش هاد المراه هادي تمنعنا من الرؤيه ديال جدانا ديال جده. علاش؟ لانك انت الا مشيتي عندها كاين جوج اساليب. اما تستعمل الاسلوب الايليغال، كاين اساليب بزاف ايليغال، وكاين اسلوب ليغال. ليغال هي الا مشيتي للقانون دعيتي هاد المراه. علاش تحتاج هاد المراه؟ فاش دعي هاد المراه هنا بيت القصيد. هنا علاش بغيت نوجه كلامي للسي عبد اللطيف وهبي وزير العدل، لانه باقي وزير جديد وكتسنى خدمه كبيره في البلاد، والان هو كيترأس يعني اهم وزاره في البلاد هي وزاره العدل، ومازال قدامه خدمه بزاف ديال اصلاح القطاع. الى ولاد عمشاو للقانون باش يطالبوا هاد المراه هادي توري يعني تسلم لهم هم يشوفوها، لانها راه حتى هي امهم كيما امها هي. عندهم واحد 5 سنين ولا 6 سنين سير في هذيك البروسيسات. هادشي لا ما باك صاحبي والفلوس وداكشي ما تعطاش والتليفونات وداكشي. والتليفونات انا ما تجيب لي بغات تجيب. شتي واخا تجيب جنرال كما كان نوعو غنفضحو. وهي الوقت المناسب، خص الوقت المناسب يجي. واللي ما عنده سيدو عنده لله. فانا بغيت نوجه كلامي للسيد وزير العدل. هاد المراه هادي حده الصويري كنتمنى انها تكون سبب فاش يوقع واحد التغييرات في القوانين المغربيه ويتم اصلاح القانون المغربي. لان من بين الاسباب ديال الاحتقان عندنا في البلاد هو الظلم، هو ان القضاء المغربي
مع احتراماتي للناس الشرفاء القضاة النزهاء، لكن كاين مساطر معقدة باش الانسان يمشي يخلوط ويدي الدار لطرور الاوتوبان ديال الالمان بحال غادي في بورش في اوتوروت دغيا. كلشي سهل باش يعني باش تخلوط ودي حق الناس سهل، لكن باش ترجع الحق ديال الناس معقد الامور بزاف. وطلع هنا وهبط هنا وسير هنا ودير هنا ولا هذا وحط هنا والفلوس هنا وشد هنا ودير هنا ونزل هنا، حتى الانسان كيسمح في الحق ديالو وكي يعيش في داك شنقول في داك الجود الكآبة والجود ديال الظلم والاحساس بالظلم. وهذا هو الحاجة الخطيرة اللي كتهدد بلادنا، ان المواطن المغربي يحس ان بلادو ظالمه، ان القانون ديال بلادو ظالمه، ان ما عندوش قيمه، انه عايش في غابه القوي ياكل الضعيف. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر اللي كيهدد بلادنا. وحنا الان شفنا مؤخرا الناس ولاو كيطاولوا على الملك الله ينصرو في المظاهرات الاخرى اللي شفنا الان، لان الناس راه قلت لكم انا شحال هادي قبل فاش بدات كورونا قلت لكم راه غادي يجي واحد النهار، قلبوا على الفيديوهات هاجي واحد نهار الشعب غادي الى سالت هاد كورونا الشعب غادي يخرج بواحد النفسيه يعني شحال نقول لكم غاضبه معصبه ويخرج بدي غوات وطود مظاهرات. هادشي راه قلت لكم. ف عبد اللطيف وهبي الله يجازيك بخير، انت كنعرفك محامي نزيه وانسان لا يعني شاب يعني كنعرفك تقول الحق وما كتخاف حتى من شي حد كنعرفك. ف الله يجزيك بخير، اصلح لنا هذه المنظومه القضائيه. وكيما نصاب يعني كيلقى سهوله باش ينصب وياخذ الحق اللي ماشي ديالو، بغينا كذلك ملحق يلقى واحد السهوله بطرق قانونيه انه ياخذ الحق ديالو. هادشي حنا اللي كنطلبوا منك السي عبد اللطيف وهبي، هادشي كنطلبوا منك الان، كنطالبوا حنا اصلاح القضاء باش المواطن المغربي يحس ان بلادو ما كتظلموش. بغينا حنا مواطن يكون كيحب هاد البلاد، منتمي لهاد البلاد باش يعطي لهاد البلاد باش يخدم هاد البلاد. ميمكنش انت تكون عندك مواطن صالح، ميمكنش يكون عندك مواطن متعلق بجذور هاد البلاد وكيحب هاد البلاد وكيخدم على هاد البلاد ويقدم الدم ديالو والروح ديالو على هاد البلاد الا كان كيمشي للمحكمه وما كياخذش حقه، اللي كان كيمشي للمحكمه ما كياخذش حقه، الا كيلقى وحده كتمشي كدير اللي بغات ودي الدار وتحتاج للمراه. راه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل السي عبد اللطيف وهبي. الحمد لله بعدا انا انسان قاري مثقف، يمكن راه كون شي واحد كون دابا كون شي واحد عايش برا يخرج يبقى يسب الملك ويعين الملك، راه هذا هو المشكل. وبزاف ديال الامور عندنا في المغرب كتلقى السبب ديالها مسؤول، يعني مسؤول يقدر بالظلم ديالو يقدر يكره شي مواطن في المغرب ويكرهو في الملك ويخرج داك المواطن يعاير شي يعاير الملك ويعاير البلاد ويعاير هذا. شوف حنا ما يمكنناش نبنيو بلاد قويه الا ما كانش المواطن مواطن كيحب ديك البلاد وكيعشق ديك البلاد ومتعلق بديك البلاد. وحنا ما بغيناش المواطن الصالح اللي كيخدم على البلاد وكيحارب الرشوه وكيحارب الاستبداد وكيحارب الظلم وكيحارب السرقه يمشي يتظلم ويدخل الحبس بحال داك سيدريس داك الدراكي الله سيد الرجال داك الدراكي اللي فرش هذاك ولد اخت هذاك الجنرال اللي مشى اغتصب البنت جراو عليه من جهاز الدراك. وكنلقى وحده خائنه عميله ديال الجزائر كتبورد كما بغات في البلاد. هادشي حنا اللي بغينا نصلحو، ورغم كل شيء أن نتفائل وكنتمنى كنتمنى أن الإلى شي مسؤول فاق وقام شي إصلاحات ورجع الحق الناس وصلح القضاء، نتمنى أن هذا الأجر هذا يرجع لديك المرأة حد الصويري لأنها السبب في هذا الخير هذا. سمحوا لي الإخوان طولت عليكم، تحياتي لكم ونعاودوا في فيديو جديد. شكرا أوليدي، الله يعاونك الله يسهل عليك الله يعطيك الستر. امين الله يرحم الوالدين الله يرحم باك. امين الله يرحم المرحوم الله يرحم بالحاج. امين الله يرحم كل شيء. امين المسلمين الله يرحم. امين.